المهم الاسم ديالي محمد امل الحرش، كنسكن في كازابلانكا، كبرت في حي الشعبي اللي هو حي التشارك، ود اسره بسيطه وزوينه. المهم حاليا كندير فيديوهات في يوتيوب، انستغرام، المهم فيديوهات في بزاف ديال لي زابليكاسيون اخرى. احسن طفوله مع الوالدين ديالي، انا الوالدين ديالي ما كانوا كيخليو حتى شي حاجه خاصه، يعني الحمد لله اي حاجه بغيتها كتكون، واخا هو ماشي ما نقولش لك الفقر، الحمد لله ما عندناش وما خاصناش، ولكن الحمد لله ما كنتش كنحس براسي خاصني حتى شي حاجه في الطفوله ديالي. الوالد ديالي كان بغي نطلب منه السماحه، والله انا الوالد ديالي من هذا المنبر وقدام اخبارنا قدام الناس كامل اللي كيشوفوا، كنبغي نطلب من الوالد ديالي السماحه صراحه. الوالد ديالي كان باغي نوصل في القرايه ونوصل حيت الوالد تبارك الله قاري، الوالد عندي انا تبارك الله قاري وفهمتي واحد الانسان اللي ثقافي مغذي بالثقافه، وداك الشيء كان باغي نوصل لمراتب كبيره في القرايه، داك الشيء علاش كنبغي نطلب منه السماحه وبزاف وبزاف بزاف، حيت لقيت هاد الدومين عجبني، يعني ما يمكنش لي نتبع القرايه وانا عاجبني شي دومين اخر، كنطلب منه السماحه بزاف. في الويب صانع محتوى بزاف، المهم انا تابع فهمتي بحال تقول تابع الموجه، ملي كيوليو لي برانك كندير لي برانك، افلام لي فلوغ لي فلوغ، لي فاين لي فاين، لي بودكاست لي بودكاست، المهم بحال هكا. هكا اي حاجه خاصك ما تكونش كتركز على محتوى واحد، حيت بنادم يقدر يملك في ذاك المحتوى فهمتي، بنادم كيبغيك تكون متنوع باش يبقى يشوفك على جميع الاوجه. ما ضربش حتى شي واحد بنكره وما ضربش حتى شي واحد، كاينين الدراري اللي بداو معنا من الديبار من شحال هادي، اول واحد كاين واحد الدري دابا الله يذكره بخير اشرف فرقاني، كاين حسن غونزاليز، كاين حسين صافي الدين، ايوب طالب، شعيب شاطيبي، ايوب الحليمي، رضوان جبران، كاين بزاف ديال الدراري، ودابا الحمد لله كاين مع واحد الجروب اللي هو جديد، جروب الدراري شهم ضريفين زوينين كيخدموا على راسهم، كاين هشام مولاي، كاين عثمان، كاين رباب، ثلاثه الدراري ان شاء الله ان شاء الله في الجروب ان شاء الله، الجروب باغي يخدم باغي 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 يتلونس بقوه، باغي فهمتي الجروب باغي يخدم باغي يتلونس بواحد القوه الحمد لله. كنشوف بنادم كاين في واحد الجروب اللي فيه دابا في واحد الروح ديال القتاليه، باغي يلصق النمبر 1 ان شاء الله، وغير يلصق النمبر 1 كما كتشوف دابا اليوتيوب كله عامر غير بالجروب، كلشي كيدوى على الجروب، كلشي باغي كلشي كيدوى على الجروب هذا، ان شاء الله غادي يتلونس وغير يلصق النمبر 1 ان شاء الله، غيتسمى هو احسن جروب في 2021، وهذا وعد مني ليكم بالخدمه ان شاء الله وبالمتابره، والدراري غيخدموا على راسهم باش يعطوكم شي حاجه احسن. كان عابرس راسي عاونت شي واحد وما كانش عابرس راسي ساعد شي واحد، كل كيعاون راسو براسو، داكشي كيبقى بليزير منك كتبقى وقفتي مع بنادم بغي نكر الخير، كنكر الخير حنا ما كنكرو الخير ديال شي واحد الحمد لله. ماشي صدق حقيقي فري، كندير دي برانك حقيقيين في الوالده ديالي، واضطريت اني نحيدهم من يوتيوب بسبب هو الوالد ديالي قال لي لا ما ديرش ماماك بحال هكا هادي، وحصلوا على مشاهده كشي راه ضرب لي وقله شي 400 كف دوجو، ضرب لي شي 400 كف ديال اللي في دوجو، وحيد داك البرانك، برانك حقيقي هذاك، برانك ما كاينش فيه الفبركه ما كاين فيه والو. انا خويا وي بصح هذاك الفيديو بكيت فيه، علاش ذاك البكيت حيت الحرقه فهمتي، كتبقى فيك ذاك الحرقه ملي كتشوف ماشي بكيت ولكن غير واحد هذاك كما كنقولوا حنا ذاك التغلغله اللي كانت فيا فهمتي، بحال تقول النفسيه ديالي تخنقات وداك الشيء، داكشي علاش غير شويه ديال الدموع صافي، ماشي بكيت عشان انا ما نبكي ماشي غنجي ونبكي، ولكن الراجل ملي كتشوف دمعه في عينه ولا شي حاجه كتعرف انه هناك بزاف ديال الحوايج لداخل في قلبه كتحرق، وداك الشيء علاش. المهم هذا الشيء غادي نتفادى نجاوب عليه، انا ما يمكنش لي نبارطاجي شي حاجه بيرسونيل معاكم، ولكن ملي كتشوف راسك طراو لك بزاف ديال الحوايج خايبين تيبقى فيك الحال، وداك الشيء علاش كتقول ديك الهضره، حيت ما بقاتش خطوبه علاش غنخلي لا فيديو ديالها، باش كنرجعوا العلاقه ديالي، بغيت نبين لبنادم انني واحد انسان مسامح، وبغيت نبين لهم ان العلاقه ديالي مع ديك الدريه هي علاقه ديال التسامح، ما كاينش شي حاجه اللي هي خايبه ولا شي حاجه اللي انا بغيت نبين لبنادم انني واخا قلت ديك الهضره انني صافي درت راسي انني انا عندي ختيت، انا ما غنبغيش لي غيقول ختي في ختي شي حاجه، واخا تكون دارت لي دارش او صافي شنو قلت صافي نبين ان بنادم اننا مسامحين باش بنادم ما يبقاش دعوه صافي. خويا غير كيضربوا ليفيا هذوك خليهم الله يسهل عليهم، ما كيكتبوا لكم في العناوين نهار غادي ندور عليهم غنسينياليهم كاملين كاع لي شين غيطيروا حق الله ندور انا ساكت لهم. او كيصور فيا بلا فيلتر قسما بالله، الا ما عجبتكمش الفيديو عرفوا راه
الا بنت لكم اخوتي في هذا الفيديو فيه شي حاجه، راه فيه شي حاجه، وكنا هو كيصور فيا بلا فلتر اخوتي غير كاميرا سام. كيفاش يترجل مالو كاع ما مرجل السيد جا عندنا شافنا الحمد لله كيدايرين عايشين بخير، علاش الفلتر؟ كيبقى الفلتر باش انك فهمتي تبان كول في ستوري، حيت انت الحمد لله مشابعينك بزاف ديال الناس، يمكن لك تبان ديفيرون، خصك ضروري ما تبان ديفيرون شويه. الواحد هو اللي بشاكر شي حاجه باش انه يبان في شكل في وجوه داك الناس. داكشي باين من اليوفي. انا تقريبا كنغبرش على يوتيوب واحد 8 ديال الشهور، ملي رجعت في ديك 8 ديال الشهور فهمتي كان السي بي ام ديال يوتيوب ديالي طاح والواتش تايم ديال يوتيوب ديالي طاح. دابا ما نخبي عليكم والو، اقسم بالله الا الخمس شهور الاخرى ما فتش 1000 درهم في البري ديال يوتيوب، 1000 درهم اقل من 1000 درهم اللي خرجت من يوتيوب في الشهور الاخرى. بغيني بغيتني دابا نوريك الداشبورد، دابا نوريك الداشبورد ديال يوتيوب، نوريك الموتيجيشن شحال واصل فيها. حيت ما بقيتش كنلوح، ما بقيتش كرمي بزاف، واخا ان الفيديوهات ضربوا طوندونس في المغرب وطوندونس في الجزائر وطوندونس في بزاف ديال الدول العربيه وحصلوا على مشاهدات كثيره، ولكن ما كايناش موتيزاسيون فيهم بزاف. نجيك الصراحه ما درتش بهم شي بروجي، ما درتش بهم شي حاجه اصلا، ما فهمتي ما حصلتش على فلوس بزاف في يوتيوب من غير فلوس ديال الاشارات وداكشي اللي كندير. المهم كنت باغي نوصل بزاف ديال الحوايج هو انني فهمتي نعتمد على راسي، نولي ما بقاش نقول والدي يعطيوني، نخسر فلوس بزاف ديال الحوايج، نسافر نعيش حياتي راسي فهمتي، نبعد من دارنا شويه ونجرب الحياه ديالي كيفاش غتكون. والحمد لله داك الشيء حسيت به زوين فهمتي، عشت واحد الحياه اللي ما كنتش عايشه، ودرت فهمتي بحال تقول طلعت لواحد الطبقه اخرى عشت فيها، ودابا رجعت للطبقه ديالي. باش علاش خويا دارنا؟ المهم لا ما عنديش شي مشكل مع الدار وداك الشيء، غير ما فهمتي ما نصارحكم والله الا غنقول صراحه ما كرتاح فهمتي، ماشي ما كرتاحش في دارنا، بالعكس والديا كرتاح لهم، غير في الدار كنبغينا ناخذ فهمتي، كنبغي ناخذ الراحه ديالي التامه، كنبغي نعيش واحد الحياه اللي في شكل ليا فهمتي اوبن فهمتي، كنبغي نعيش واحد الحياه اللي في شكل، ما يمكنش لي داك الشيء تعيشوا مع داركم، داك الشيء علاش كتضطر تخرج وتعيش ديك الحياه اللي انت باغي، هذا الشيء اللي كنتي قادر عليه، ما كنتيش قادر عليه ريح في داركم. دابا نقول لك افلام قصيره، دوزنا الوقيته ديالها، حنا من الناس الاولين اللي بدا في افلام قصيره، انا من الدراري الاولين الدراري الاوائل اللي بدا في افلام قصيره، في 2016 2017 بديت افلام قصيره. دابا افلام قصيره بحال تقول بدا كيموت لهم شويه الحوت، ويلاه بداو كيرجعوا فيهم الدراري، دابا الدراري اللي كانوا قدام اللي كانوا هازين بالافلام وداك الشيء يلاه غيبداو يرجعوا فهمتي، ملي غيبداو يرجعوا بنادم غيبدا يرجع داك الشيء، غادي يرجعوا عاوتاني لذيك المنافسه اللي كانت، وغادي يرجعوا لذيك الروح القتاليه باش نشوفوا شكون غير يحصل على المرتبه الاولى في افلام قصيره. بنادم يحاول يغير الافكار ديالو، يحاول يغير الفكره ديالو، يحاول يقول ان هناك بزاف ديال الدراري اللي كيستهدفوا من فهمتي اللي كيشاهدوا هاد لي فيديو كيستهدفوا منهم بزاف ديال الافكار، خاص بنادم يحاول يوصل شي فكره زوينه للدراري. ودابا الحمد لله يوتيوب اصلا تقادات، دابا الا كان شي واحد داير شي حاجه مشيت ليه ولا شي حاجه راه كيحيدوا لي الفيديو ديالو، ولا كيقطعوا عليه الموتيزاسيون، كيضطروا انه يحيد داك لا فيديو. ليلي الله يهديهم، الله يهديهم على عيالاتهم، الله يهديهم اخويا، الله يهديهم، خرجوا لينا على بواتنا من الحرام، خرجوا على الرساله، خرجوا لينا على بنادم وحق الله صراحه، خرجوا على بنادم، بغاو الفلوس اش غدير؟ بقاو شباب يمشوا للامارات. شنو نصب على بنادم؟ انا ماشي نصاب، الحمد لله انا ماشي نصاب، انا كنت درت كيف واي كنت دابا ما كتلقى عندي لا لاشين لا انستغرام لا حتى شي حاجه، الحمد لله انا ما كنبغيش نضحك على الناس وصافي، والله ديجا فكرت فيهم ولكن الحمد لله سيدي ربي بعدني منهم، حيت ما بغيتش ندير داك الشيء. ملي كنت غنتزوج وانا باقي صغير، كنت غنتزوج وانا باقي صغير، والقرايه المهم بحال بديت كندم عليها، ولكن ان شاء الله غادي نعوض داك الشيء حيت باقي صغير، باقي غادي نعوض بزاف ديال الحوايج. بزاف ديال الظروف كانوا صعاب عليا، بحال في البدايات ديالي، مشات لي لاشين يوتيوب ديالي، لا مشات لي لاشين يوتيوب اللي كانت فيها ازيد من 100,000 مشترك، مشى لي انستغرام ديالي، هادشي اللي حطمني واحد شويه وكسرني، وهذيك الساعه كنت ديما طوندونس، واللي ما عرفش بنادم هو انني اول واحد في الافلام قصيره اللي كيطلع مراتب اولى في طوندونس، من بعد كان حسن غونزاليز هو اول فيلم قصير طلع في طوندونس، كنت انا هو ثاني فيلم قصير طلعت المرتبه 17، هادشي كنقول لكم في 2017
2017 كان طالع الفيلم ديالي هو 17 في طوندونس, وكان هذيك الساعه اول واحد في افلام قاصره كيطلع المراتب الاولى في طوندونس. داكشي اللي فرحوا به بزاف ديال الوحدين كانوا كيديروا افلام قاصره واستغربوا ليه بزاف ديال الناس. وكانت عديت 28 الف ابوني في لاشين وطلعت انا 17. شو واحد ماشي عزرا ما كانش انسبيرا من حتى شي واحد, ماشي واحد, ولكن الحمد لله عندي عقل ديالي باش كنفكر. ما كانش انسبيرا من حتى شي واحد. باغي نتش انسبيرا ولكن انت شي واحد انسبيرا في لي فلوغ, ممكن ما تش انسبيراش من المغرب, ما تش انسبيرا من بلادهم في برا باش نخلق شي حاجه اللي هي ديالي في المغرب. ماشي بزاف, كنلقى يعني مثلا في التصوره الاخرى عندي 3700, عندي 3700 تعليق. الا دخلت على التعاليق هذه تشوفهم كاملين غتلقى 100 تعليق اللي سلبي و 3600 تعليق كاع ما سلبي, فهمتي؟ يعني غتلقى بنادم كله ولا ايجابي, ضروري ما غتلقى تعليقات سلبيه. راه القران الكريم وكنلقاو فيه لي ديزلايك في يوتيوب, القران الكريم كنلقاو فيه تعليقات سلبيه في يوتيوب. يعني ما يمكنش لك ما تلقاش تعليقات سلبيه, انت راك ماشي ملاك. والملاك وتقدر تلقى عنده تعليقات سلبيه حيت هادو راه خويا راه المغاربه, ضروري ما تعليقات سلبيه. نقول اخويا كاين تاهو كاين اللي كيدير فيه شي حاجه بحال دابا انا في تيك توك ما كتلقانيش كندير داكشي ديال سلو موشن نجيب الدريه وهادي, انا كتلقاني واقف عادي كنطلق موسيقى كنوقف عليها كندير شي حاجه بيس عادي. انا تيك توك علاش كنديرها؟ حيت كيعجبني هذيك الميوزيك ولا شي حاجه كنبغي ندير عليها فيديو صافي, ماشي كنمشي نمشي لشي كونت ونبقى ندير انا ونجيب هادي. داكشي ما عنديش معاه انايا, ما عرفتش كيفاش وصلت لواحد 430000 ولا 450000 ما فهمتش كي دارت لها. فيلم تمسح لي شي 9 المليون فيه ولا ما عرفتش 10 المليون فيه اللي كان ضرب وتمسح لي حيت كانت فيه واحد الدريه معايا, داكشي علاش اضطريت انني نحيدو. علاش بالضبط الفيديو اللي هو اعلى مشاهده؟ حيت صراحه حطيت فكره زوينه, حطيت لها ضربت فيها شماره باش انني نصورها وانني نمونطيها, داكشي علاش انا لقيت نجاح كبير ونقدر نعرضها في السينما ديك الفكره وتعرض حيت فكره زوينه بزاف. ملي كدير ملي الصراحه ملي كتخدم وكتعطي وكدير الكوراج وكتبغي تخدم شي حاجه زوينه راه ما كطلعش طوندونس. ماشي تفاهه, ملي كتخدم شي حاجه اللي هي شوف المغاربه اللي كيحبوها كيتفرجوا فيها كطلع طوندونس, هما اللي كيحبوا داكشي يتفرجوا فيه. راه ماشي انت كتجي واش انا غادي نمشي نشنق عليك بحال كنقول لك اجي تفرج بزز, لا انت كتدخل تفرج. انت ما تحاول انت الا بغيتي انت ما تفرج في شي حاجه حاول انت ما تفرجش فيها, راه ما غاديش تطلع طوندونس. ولكن انت ملي كتفرج فيها انت كتسيبورتها باش انها تطلع, راك انت اللي كدير لها لايك. اسماء كيفاش؟ عندك واحد ثلاثة الاسماء وبغيت تجاوبني عليهم. اها مرحبا. قول لي الراي ديالك فيهم. اها. ما يكونش عندك. إلا كنت كنعرفهم. المهم راه عندك ديال هادو ديال اليوتيوبر. اه عطيني نسمع عطيني نسمع. الراي ديالهم هذاك أول واحد حسن قنزار. الصديق ديالي. الله يسهل عليه كيخدم على راسو كوراج ليه. ضروري كيت انسبيرو من داكشي راه هما باغيين لي في ملي كتبان لي شي فكره راه ضروري كتبان لي ضربات لك انت واحد 100 كف ساعه ولا 100 كف جوج سوايع ضروري حتى هو ما غادي نوض يمشي يديرها. الصديق ديالي الله يسهل عليه كيخدم على راسو كوراج ليه, تبارك الله عليهم الدراري باغيين يخدموا باغيين يديروا المحتوى ديالهم والدراري فيهم الكوراج وغادي يخدموا غادي يوصلوا ان شاء الله حيت فيهم روح القتاليه. الله يسهل عليها والله يعطيها اللي نوات في خاطرها والله يزيدها غير الخير في الخير في الخير في الخير في الخير ان شاء الله. صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين هادشي اللي غنقول لها. الحمد لله دابا 416 كنبغيكم بزاف, الحمد لله كنبغيكم بزاف, الحب ديال الناس الحمد لله راه باين وان شاء الله قريب 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 ان شاء الله نتسناو. هدوء ما قبل العاصفه. نو نو غير ستوب اون سمايل باقي ما درناش الهوليود سمايل دابا ان شاء الله قريبين انت قلت لك هدوء ما قبل العاصفه ان شاء الله ان شاء الله الا بغى الله الا بغى الله. آه
اول انسان غنوجد ليه اول انسان غنوجه ليه الرساله هي الوالده ديالي. سير الله يخليك ليا والله يطول ليا في عمرك. هي السبب الوحيد وهي الدرع الوحيد وهي الحاجه الوحيده اللي كانت ديما في الجانب ديالي وديما تدفع بيا لقدام حتى وصلت لهادشي اللي انا فيه الحمد لله. ما وصلتش لشي حاجه اللي هي كبيره ولكن وصلت بهادشي بالفعل بالفضل ديال الوالده ديالي. هي الشيء الوحيد وهي كنقول لك العمود اللي انني ركزت عليه والعمود اللي انني وقفت عليه حتى وصلت لهادشي. كاينين جنود خفاء بحال نصر الدين. نصر الدين واحد الدري هو اللي مقابل لي هادشي ديالي حتى هو كنبغي نوصل ليه تحيه من هنايا. بريك جيمز تحيه لك خويا. كاين الدراري صحابي الدراري ولاد سطات تما وقفوا معايا شي ايامات. ما كننساو الخير ديال شي واحد. هادو هما الناس اللي عاونوني والحمد لله دابا راه كاين الجروب تا هو راه واقف معايا. حنا كاملين كنوقفوا مع بعضياتنا. ثاني يمكن نوقف مع اي واحد باش يوصل في الدراري اللي معايا وفي الدراري اللي ديجا تا هما دازوا معايا. انا وقفت مع اي واحد باش انا اوصل بزاف ديال الحوايج. كنبغي نقول لهم كنبغيكم بزاف وكنموت عليكم بسببكم باش وصلت لهذا الشيء وبسببكم باش غادي نبقى غادي ان شاء الله. وبردات الوالدين باش غادي نبقاو غاديين. كنموت عليكم وكنبغيكم. اللي بغى يوصل شي حاجه راه غادي يخدم وغادي يوصل ليها. غير خدم 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 وحاول انك تخدم على راسك وراه غادي توصل ليها لراسك. هادشي اللي غنبغي نقول لكم وكنبغيكم بزاف ونميزو لكم كاملين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.